وضع استثنائي نعيشوا فيه في تونس بالطبيعة، هو عملوا الوضع أصعب من الناس. الحقيقة الوضع الصحي نعرفوه الناس كل وعلمت عليه اللجنة الطبية اللجنة الوطنية، وضع صعيب. ندخلوا في كونفينمون لمدة تقريبا من 9 حتى 16 ماي. إن شاء الله ربي يهز علينا الوباء هذا في أقرب الأجيال. إن شاء الله أهالينا في ولاية قروان معناها يلتزموا بالبروتوكول اللي تم عليهم، بالقرار اللي تم عليهم، حتى على الأقل تكون أقل الخسائر باعتبار الوضع معناها البنية التحتية في المستشفيات عندنا في قروان هي وضع صعيب شوية، الإطار الطبي منهك الحقيقة، والإطار الطبي رغم التعزيزات اللي تمت، رغم توفير العديد من التجهيزات الطبيه، لكن ديما ناكدوا عليه الوضع صعيب. نشوفوا في بعض معنى الحقيقه تجاوزات من بعض مواطنينا بعدم الاحترام بروتوكول الصحي، وهذا ما ينجم يكون عنده عقبه كبيره وعقبه وخيمه. ان شاء الله ما نوصلهاش للمرحله هذه ان شاء الله. صباح الخير. الناس بتسال نعيد وما نعيدوش، نشريو حوايج العيد ما نشريوش، نخرج ونحوس وما نحوسوش. هو والله هي المعادله صعيبه، معادلة صعيبة باعتبار أن الناس كون نحب نعيدوا، لكن في نفس الوقت الوضع الاستثنائي يخلينا سنا مضطرين نلتزموا بالبقاء في ديارنا حفاظا على سلامتنا وسلامة أهالينا، وخاصة أبهاتنا وأمهاتنا وجيراننا، الناس اللي هم كبار سن اللي هم لا قدر الله ما يتحملوش معناها ما عندهمش قدرة باش يتحملوا الوباء هذايا. هذاك علاش احنا سنا وضع استثنائي وصعيب باش نلقوا المعادلة هذه الحقيقة.